دايما مع مصطفى عبود مع باقي رفاق. هو ده الخطير الخطير الخطير، هوبا مهارته عاليه، فرصه هدف عالمي يا ولد. لعيب 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 بلند عمر، اذا يسجل اول هدف في اللقاء للمنتخب العراقي، اول هدف في اللقاء للمنتخب العراقي. منتخب كبير، منتخب كبير بضغط كبير باصرار كبير يتقدم في مرمى المنتخب الاردن. اذا فرحه عراقيه كبيره، فرحه عراقيه كبيره وحب وعشق وايام للكره. شوف هنا الانطلاقه الحلوه والانتفاضه الحلوه والبحث السريع، وادي على طول شنيشل، والفرحه طبعا الاولى والفرصه الاولى والهدف الاول، استلامه حلوه والقرار بواجه القدم جميل والفرصه الحلوه الجميله الاولى والتقدم الاول الجميل بالنسبه لمنتخب العراقي، للمنتخب العراقي. استلامه حلوه مع كره جميله، وادي هنا بلند عمر، هدف جميل عمر، سجل كرة حلوة. لكن ده لعيب كبير بقى، ده لعيب كبير، هو ده اللي بيستلم وبيسلم وهو ده اللي بيخرج منه دايما الكلام الكويس الطيب الجميل بالنسبة للمنتخب العراقي. في لمسة، شوف الاستلامة الون تاتش، استلام الحركة، لعيب كرة كبير جدا. شوف الاستلامة مع الحركة دي هي الهدف، هي اللي خلت كل اللعيبة دول بقوا بره اللعب هنا. وطبعا يعني الاستلامة الثانية في المهارة الحلوة وتوجيه الكرة بواجه القدم الخارجي طبعا صعبة جدا على حارس المرمى لأنه استلم مع المدافع.